الأجواء المطرة التي شهدتها العاصمة واشنطن لم تمنع المئات من الأمريكيين من أصول أرمينية من التظاهر أمام منزل السفير التركي أحياء للذكرى الثالثة بعد المئة لما يصفه الأرمن بعمليات إبادة ارتكبتها القوات العثمانية حينذاك في بلادهم. نحن هنا لإحياء ذكرى الإبادة التي قضت على حياة 1.5 مليون من الأرمن، ولا نريد لذلك أن ينسى أبداً. المتظاهرون الذين جاءوا من منطقة واشنطن الكبرى ولوس أنجلوس اختاروا التظاهر أمام منزل السفير هذه المرة في رسالة احتجاج وتحد ضد الضرب المبرح الذي تعرض له عدد من المتظاهرين السلميين الأرمن على يد حرس الرئيس التركي الطيب رجب أردوغان خلال زيارته الأخيرة للعاصمة الأمريكية الربيع الماضي. اختيارنا لهذا المكان رداً على حرس الرئيس أردوغان كي نقول لهم أنه لا يمكن لأي أحد أن يحرمنا كمواطنين أمريكيين من حق التعبير عن آرائنا. في هذه التظاهرة رفع المتظاهرون الأرمن شعارات تطالب جميعها بتحقيق العدالة من خلال اعتراف تركيا بالإبادة التي ارتكبت، كما يقولون، في حق 1.5 مليون من الأرمن بين العامين 1915 و 1917، ومطالبة الولايات المتحدة بمساعدتهم على تحقيق ذلك. نتوقع من رئيسنا أن يساعدنا في أخذ حقنا من الأتراك، لأن ذلك هو ما يرضينا كمواطنين يحترمون رئيسهم. في الجهة المقابلة من الشارع وقف أتراك وأمريكيون أتراك رداً على تظاهرة الأرمن ومطالبين بضرورة فتح تحقيق دولي في تلك الأحداث التاريخية، كما جاء في شعاراتهم وهتافاتهم المرفوعة خلال التظاهرة المضادة. علينا كشعوب من الطرفين أن نجد طريقاً للحوار بيننا في جو من الهدوء والاحترام، وهذا من شأنه أن يفتح الباب لحوار على مستوى القادة. بالنسبة للأمريكيين الأرمن فإن هذا التقليد السنوي الذي يقيمونه هنا في شوارع واشنطن يأتي منهم وفاء لأولئك الضحايا الذين سقطوا في حالة الإبادة التاريخية التي مست أجدادهم، وهم يقولون أن تركيا مسؤولة على تلك المجازر وعليها أن تعترف بهذا الواقع وعليها أن تعترف بما ارتكبته هناك في وطنهم الأم. رابح خلالي، الحرة، واشنطن.